السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا الفتره دي، في فتره توازن، في فتره تغيرات، في فتره راحه من بعد تعب في حياتكم. دلوقتي هنشوف مع بعض قراءتنا مخبيالنا ايه، ايه الطاقه بتاعتنا، ايه الاسرار اللي هيكون عندنا في حياتنا. الفترة دي انت عندك امور بترجع لورا، انت ماشي فالامور اتقلبت ضدك، يعني انت كنت ماشي مثلا في طريق خير او في طريق تغيير، الامر اتقلب العكس. ده ليه؟ ده بسبب اتنين مقربين منك، الاتنين دول على هيئة بشر وهم تعبين، التعبين دول اكلين شاربين معاك، او بمعنى اصح قريبين منكم، عرفوا اخباركم. واحدة منهم عرفت فعلا تصطادكم صح، والتانية مقربة لسه ماشية ان هي تأذيكم. ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا عليكم هينجيكم وهيخرجكم من الحفرة اللي هم عايزين يوقعوها ليكم. قوتكم خارقة الفترة دي، عندكم حماس غير طبيعي، طموحاتكم بتبنوا عليها كل احلامكم، بس عندكم خبر متعلق بحد متوفي. الخبر ده ممكن يتفتح ورق قديم، يبقى موضوع ورث عندكم بسبب حد متوفي، الله اعلم، بس في كلام هيوصل لكم الفترة دي وهتحاولوا بقدر المستطاع تاخدوا حقكم. عايزة اقول لكم ان انتوا خسرتوا حد كان بيحبكم جدا، الحد ده كان روحه فيكم بسبب السحر اللي اتعمل لكم بتاع وقف الحال ليكم، ما بقيتوش شايفين، او كل همكم كنتوا تخرجوا من اي محنة انتوا بتمروا بيها، فانتوا السحر اللي اتعمل لكم هو اللي وقف حالكم. حاليا انتوا مضغوطين بوقف الحال اللي عليكم، عندكم وقف حال غير طبيعي، من ورا وقف الحال ده هيجي لكم حد وهيدخل حياتكم الفترة اللي جاية وهيتعرف عليكم وهتتعرفوا عليه، وهيكون سبب رئيسي ان انتوا تخرجوا واحدة واحدة من الضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيها. بس علشان تمشوا في الطريق الامان والصح لازم تخرجوا من الطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها، وكمان تجددوا من حياتكم وتعملوا حاجات انتوا بتحبوها. ليه؟ علشان طول ما انتوا عندكم طاقة سلبية مفيش حاجة هتحسوا بيها او مفيش حاجة هتكون صح معاكم. عندكم كمان شوية قلق وشوية توتر عندكم في تفكير او في حاجة معينة شغالين عليها. كمان مش دايما الناس بتقول لكم انتوا عندكم مشكلة، هي ايه؟ ان روحانياتكم عالية جدا، مجرد ما بتشوفوا الشخص اللي قدامكم بتبقوا عارفين ان الشخص قدامكم خاين ولا كذاب ولا منافق ولا بيلعب بيكم، وبتبقوا عارفين مين عايز يستغلكم ومين فعلا بيحبكم من قلبه، بس بتتعاملوا مع الشخص اللي قدامكم مش من مجال ان انتوا عرفتوه، لا، بتتعاملوا معاه ان انتوا ما تعرفوش اي حاجة، وبتفضلوا ساكتين وبتقول انا عايز اشوف اخركم ايه. اذكياء جدا، مفيش حد يعرف يضحك عليكم مهما يتخيلوا، وكمان ما بتصدقوش اي حد، يعني لو حد جه قال لكم انتوا مش عارفين ما بتصدقوش، انتوا بتسكتوا علشان انتوا بتكونوا واثقين جدا من كل كلامكم من كل خطواتكم. دايما عندكم حكمه، عندكم فن التعامل مع الاخرين اللي قدامكم، وعشان كده دايما بتكونوا ناجحين في حياتكم. بس الاثنين اللي عرفوا يصطادوكم هم اللي كانوا عارفين اسراركم. البعض منكم ممكن يكون عايش في غربه ومستني يوم اللقاء بالأحبة، أو البعض منكم ممكن يكون وسط بشر بس عايش برضو بالغربة وقافل على نفسه ببان وحابب العزلة أو حابب إن هو يكون لوحده. ده كله ليه؟ ده كله إن أنتوا بتمروا بضربات وراء بعضها، القلب فيه فرحة بتتحضر لك، واقدر ابشرك بحاجة حلوة جدا، في هدية حد هيحضرها لك الفترة اللي جاية، الهدية دي هتكون كده في قمة الازدهار ليك انت، هتديك طاقة ايجابية لقدام، هتديك دفعة لقدام، في حد بيحضر لك هدية هتكون في الدرة محدش هيتكلم عليها علشان هتديك طاقة ايجابية وهتفرحك قوي الفترة اللي جاية. بس انت عندك شبكة اوهام، عندك عصفورة مستنيها تجيب لك خبر متعلق بحد بعيد عنك، او تسمع حاجة تخص حد
بعيد عنك الله أعلم، فأنت عندك تشابك الفترة اللي جاية. كمان في مكالمة هتجيلك الفترة دي وحد هيطلب منك فلوس، أنت مش هترضى تدي أو مش هترضى تبين إن أنت معاك فلوس. ليه؟ علشان الطمع، دايما الطمع بيجيلك من المقربين اللي عارفين عنك كل حاجة. البعض منكم دخل في أكتر من علاقة وفشل، البعض منكم خطب اتجوز أو ارتبط بمعنى أصح، دايما كانت علاقاتكم كلها فاشلة بسبب إن انتوا شخصيتكم متحكمة، دمكم حامي جدا، غيرين جدا، بتغيروا على الطرف التاني بسرعة بطريقة رهيبة، والشريك ما بيستحملش ان انتوا، هل ترى بيسأل، هل ترى ده شك ولا غيرة، فالشريك مش مستحمل الوضع ده، فبالتالي بيقرر ان هو ينفصل او انتوا تقرروا تنفصلوا علشان ما فيش سمعان كلام ودايما في شد بينكم. فانتوا حاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم وتغيروا من وضعكم الفترة اللي جاية، وتقعدوا مع الشريك وتحاولوا ان انتوا تفهموا الوضع بطريقه بسيطه. ليه؟ علشان خاطر النفور اللي بيحصل من وضع للتاني، دايما في مشاكل، ما فيش رد، على ما فيش رد في التليفون، في مشاكل وفي شويه ضغوط، ودايما بتنفروا من بعض، كل ما خلاص بتلاقوا شويه ضغوط نفسيه. بالنسبه للمتجوزين، المتجوزين انتوا في طاقه سلبيه، مدخلين نفسكم في طاقه سلبيه لوحدكم، الشك عندكم رهيب. حاولوا تهدوا اللعب شويه وحاولوا تستحلوا بالهدوء اللي جاية لكم دي، عندكم طاقة هدوء، طاقة رومانسية وطاقة حب، وإن شاء الله بإذن الله هيكون في خبر حلو متعلق بأطفال هتسمعوه، لإما شفاء مريض طفل، لإما هيبقى عندكم خبر حمل بإذن الله، أو زيادة في الأمور اللي جاية بإذن الله هيكون في تحسن. المنفصلين دايما شايلين هم الدنيا فوق كتفهم، دايما كده عندهم حالة ركود وأفكار، وبالهم مشغول بالأطفال اللي بعيد عنهم أو بالشريك أو بالدنيا كلها. انتوا عندكم تحسين وضع، بس لازم تركزوا على تحقيق الهدف بتاعكم. القراءة بتاعتكم كلها فيها طاقات إيجابية، الطاقات الإيجابية دي متعلقة إن انتوا بتشتغلوا على نفسكم وبتحاولوا تخرجوا نفسكم من أي ضغوط نفسية، رغم إن انتوا صبرتوا الفترة دي صبر يتعجب له أهل السماء والأرض، رغم إن في فرحة بتتحضر لكم جميلة، الفرحة دي حلوة جدا جدا، بس العين القوية اللي صايباكم بترجعكم لورا. فعلشان كده دايما أقول حصنوا نفسكم أول بأول. التحصين، انتوا بتخرجوا نفسكم من طاقة سلبية، بتحصنوا نفسكم، بتبعدوا أي أذى عنكم، انتوا دايما عندكم حكمة في كلامكم، ودايما الناس بتحب تتكلم معاكم وبتحكي لكم همومها. ليه؟ علشان خاطر ما شاء الله عليكم دايما كاريزمتكم عالية. في هنا ست، الست دي بتحبكم قوي، الست دي دايما عايزاكم ناجحين، دايما عايزاكم تكونوا حاجة عالية، بس الست دي مش هقول لكم ان هي بتفكر في نفسها، لأ، بس هي عايزة تفرح بيكم، وعشان كده انتم مش معاها في النقطة دي. ممكن تكون هي عايزة تجوزكم حد معين، او الست دي رسم لكم حاجة معينة، انتوا علشان بتحبوها مش عايزين تزعلوها، بس انتوا طريقكم غير الطريق اللي هم عايزين يختاروا لكم في حياتكم. عندكم ندر، انا دايما اقول ان انتوا عندكم ندر بقدر المستطاع، حاولوا توفوا بيه. الندر ده واضح جدا جدا في حياتكم ولسه ما وفيتوش بيه لحد الان، انتوا اصلا ممكن تكونوا ناسيينه ومش فاكرينه، فحاولوا بقدر المستطاع تتفكروا في الندر اللي عليكم وتوفوا بيه وتطلعوا من اي ضغوط نفسيه. انتوا دايما الصحة عندكم تعبانة، صحتكم دايما تعبانة بشكل كبير او بشكل مختلف، دايما كده برد، دايما صداع، دايما حيرة، دايما توتر، دايما الصحة في النازل. ليه؟ بسبب ان انتوا بتفكروا كتير، انتوا مش مديين نفسكم الفترة دي الراحة المطلوبة للجسم، بتناموا، معدل نومكم اقل، صحتكم ما بقيتوش تهتموا بيها، ما بقيتوش اصلا تاكلوا اكل صحي، او بمعنى اصح عندكم تفكير رهيب مخليكم ضغوط نفسية، ومخليكم انتوا هنا عيونكم بدأت تتعب. طاقتكم الفترة اللي جاية بعد 3 ايام هتسمعوا خبر متعلق بالطاقة بتاعتكم الايجابية دي، ومن خلالها انتوا هتقضوا وقت ممتع او وقت لطيف مع الشريك او خروجة بره البيت، هتكلموا الصحاب او هتعملوا حاجة جديدة، هيبقى فيه لمة في العيلة. اي نعم فيه شوية
ضغط في العيلة أو شوية كلام في العيلة، بس الفترة اللي جاية دي هيبقى في تجديد في أمور، تجديد في كلام، تجديد في حاجة معينة الله أعلم، هتجددوا من نفسكم وهتطلعوا من الكاريزما بتاعة الطاقات اللي حد شاطر جدا وهو يوزعها عليكم. الطاقة بتاعتكم خلال كام يوم بالظبط هيكون فيها إيجابية، بس اطلعوا من الهم واطلعوا من الامر اللي مضايقكم وخانقكم وعامل لكم عقده في حاجات انتوا بتفكروا فيها. بلاش دايما تشبكوا الافكار السلبيه ببعض، الطاقه الايجابيه مفتوحه قدامكم. رقم 5 ده ليه ذكرى حلوه في حياتكم. رقم 10 انتوا دايما بتكونوا من العشرة الاوائل في نجاحكم او في ازدهاركم. 5 ده رقم ليكم انتوا مميز يخصكم انتوا شخصيا. رقم 10 ده بيخليكم دايما في ازدهار ودايما بتكونوا من العشرة الاوائل في كل حاجة او من الناجحين بمعنى اصح. بس حاليا انتوا في مركب قدامكم، المركب ده انتوا فيه لوحدكم. المركب ده ممكن يكون تفكير او ممكن يكون طاقة، ممكن يكون انتوا بتحبوا البحر، بتحبوا تروحوا البحر الله اعلم، بس في نفس الوقت انتوا عندكم حيرة في قرارين، في حاجة محيراكم مخلياكم مضغوطين حتى في التفكير. تعبكم النفسي ده مأثر عليكم انتوا ومخليكم انتوا حاسين بالوحدة وحاسين ان انتوا لوحدكم، فلازم تجددوا. انتوا مش عارفين تناموا بسبب انه في حد مركز معاكم وحد بيجيب سيرتكم، حد حقود، بس انتوا هنا هتعرفوا، وبمجرد ما هتعرفوا الامور كلها هتتغير. ليه؟ علشان هتكونوا منصورين الفترة اللي جاية. بس تساقط الشعر والوجع اللي في الدماغ ده لازم تعالجوه ولازم تعرفوا ايه السبب، وتخلوا بالكم من حاجتكم. البعض منكم عنده هدوم مسروقة، البعض منه عنده حاجات تخصه مسروقة، خلوا بالكم من النقطة دي واهتموا بحاجتكم. عندكم دخول لعلاقة جديدة أو لحب جديد أو لحاجة معينة هي جديدة أول مرة هتدخل حياتكم، وفي نفس الوقت انتوا هتعملوا مقابل، يعني انتوا هيكون عندكم لقاء حلو، هيبقى عندكم ردة فعل جميلة. ليه؟ علشان انتوا عندكم مقابل في حياتكم، انتوا دايما بتبذلوا اقصى مجهود في شغلكم علشان دايما يكون الوضع متحسن ويكون عندكم طاقة ايجابية. في الفعل هيكون عندكم ثقة عالية، وفي نفس الوقت هيكون في ترقية او خطوة جديدة بخصوص شغلكم او بخصوص المال، الدفعة اللي جاية لكم برضو من خلال شغلكم. البعض منكم ممكن يكون مستني حوالة، مستني جزء من المال معين يجيله، عايز هيعمل بيه حاجة او هيجدد بيه حاجة الله اعلم، بس انتوا هتجددوا في حاجات كتيرة متعلقة بيكم انتوا شخصيا. والبعض منكم لو عنده بعد بينه وما بين الشريك او عنده فرق سن بينه وما بين الشريك، عنده بلد فرق جنسي، الله اعلم الفرق اللي بينك وما بين الشريك في البعد ده هيبقى فيه رجوع ليكم او هيبقى فيه طاقة، فيه ممكن كمان حد هيصالحكم على بعض لو انتوا عندكم مشاكل، في حد هيتدخل وهيصالحكم. بس دايما اقول اهل الشريك عنده واحدة، الواحدة دي لاما مرات اخوه لاما اخته لاما امه، واحدة من الثلاثة دول هي الحقودة وهي اللي جواها غل. الست دي متعلقة بأهل الشريك، دايما حطاكم في بالها وبتحقد عليكم في أدق التفاصيل. ليه؟ علشان بتغير منكم. في هنا مشروع خلال يجي 10 أيام ممكن أو 15 يوم أو 20 يوم، في الثلاث أرقام دول هيكون في مشروع قدامكم هيتعرض عليكم من حد هيعرض عليكم المشروع ده أو حد هيتكلم معاكم بخصوص المشروع ده الله أعلم، وهيبقى فيه كده تجديد من نفسكم وهينجح جدا المشروع ده. بس أول ما هتدخلوا في المشروع هتحسوا إن أنتوا أنتوا غلطتوا، وهتحسوا بطاقات سلبية وهتسمعوا كلام ممكن يزعلكم، ارموا ده كله على جنب وكملوا.
بس تخلوا بالكم من الخسارة اللي في المشروع، دايما تفكروا بالطاقة الإيجابية وتحسبوها من ناحية الخسارة والمكسب، ما تحسبوهاش من طرف واحد أو من طريق واحد بس. ليه؟ علشان زي ما هيكون في مكسب هيكون في خسارة، بس دايما يكون المكسب أكتر من الخسارة، ما يبقاش المعدل زي بعضه أو المعدل الخسارة أكتر. ليه؟ علشان أنتوا خسرتوا. دايما ما بتحبوش الشراكة مع حد، ولو حد عرض عليكم شراكة بتكونوا بتركزوا جدا في النقطة دي، علشان دايما تقول الشراكة ان اللي بتخسر حاجات كتيرة في حياتها من اللي عنده، او انتوا لا اما حد عندكم عنده دخول محكمة في حق ليه او في طاقة ليه هو، حاجة تخصه الله أعلم، بس انتوا عندكم تجديد في المحكمة، والمحكمة دي هيكون الحكم ليكم انتوا او لصالحكم انتوا. انتوا قلقانين قوي بخصوص الحكم ده، او قلقانين قوي بخصوص المحكمة، ما تقلقوش خالص، البعض منكم مستنيها بقدر المستطاع، ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا عليكم هتكون من صالحكم، وهتطلعوا منها انتوا منتصرين على عدوكم عندكم. والشخص اللي دايما ما بيحكمش بالعدالة، او الشخص اللي دايما ده بيساويكم بناس ما بتعملش اللي انتوا بتعملوه، بإذن الله ربنا هيخرجك من المحنة. انتوا بقدر المستطاع عندكم ارض عايزين تبنوها، شقة عايزين تشتروها، في هدف عايزين تعملوه، في هدف حاطينه، والهدف اللي انتوا حاطينه ده هتسمعوا خبر بخصوصه وهتشتغلوا عليه، وانتوا مقررين ان انتوا تطلعوا من الارض اللي انتوا فيها او البيت اللي انتوا فيه وتشوفوا حياتكم بشكل مختلف. في خاتم خطوبة، خاتم الخطوبة ده لا اما هيكون ليكم انتوا رجوع، لا اما هيكون ليكم انتوا صلح، لا اما هيكون ليكم انتوا قعدة لطيفة، الله اعلم هو هيكون ليكم ايه، بس هيكون عندكم انتوا من خلال الخاتم ده حاجة في الحياة العاطفية. شوفوا انتوا بقى مستنيين ايه في حياتكم العاطفية، انتوا مستنيين تغيير يبقى هيكون عندكم تغيير، مستنيين لقاء مع الشريك هيكون عندكم لقاء مع الشريك، بس ما تجوش على نفسكم، انتوا شاغلين بالكم بحاجات كتيرة جدا، حاجات اكتر من حاجة بتفكروا فيها، وفي حاجة انجاز او في حاجة معينة عايزين توصلوها بقدر المستطاع، رغم ان العين عليكم من حد من دمكم ولحمكم، بس انتوا منتظرين الطاقة اللي هتجيلكم من عند ربنا، وبإذن الله هيكون عندكم تعويض حلو او امور استجدة ليكم. انتوا هنا خدتوا ضربة، والضربة دي كانت قوية عليكم، او بمعنى اصح اتوجعتوا، او حد اذاكم عرف فعلا يأذيكم، فانتوا من بعد الصدمة دي او من بعد الضربة دي او من بعد الخذلان اللي جالكم في وقت معين، انتوا اصبحتوا حاجة تانية غير الاول، اصبحتوا اقوى، او بمعنى اصح في حاجة عندكم، حاجة معينة اتغيرت، ما بقتش زي الاول. يعني انتوا لو كنتوا مثلا بتدوا كتير بدأتوا تمسكوا على ايدكم شوية، لو كنتوا حنينين وقلبكم طيب زيادة عن اللزوم بدأتوا توازنوا اكتر، بدأتوا تعقلوا وتحسبوا الوضع اللي انتوا فيه بسبب ان انتوا مضغوطين من الناحيتين، او بمعنى اصح مضغوطين من الطرفين او من الشخصين، فبدأ الحياة عندكم تتغير بشكل مختلف. في علاقة عندكم مع حد من ابراج هوائية، ممكن يكون عندكم علاقة مع حد من ابراج هوائية، في مشاكل بينكم، في ضغوط بينكم، في امور يعني عراقيل، كل ما بتقولوا خلاص بتحاولوا ان انتوا تلطفوا الدنيا او تكملوا بيحصل شد وجذر ومشاكل، في هم كبير انتوا شايلينه، الهم ده بإذن الله هينزاح خلال فترة معينة برضو، علشان هيكون متعلق بخبر انتوا هتسمعوه هيفرحكم. في كل الامور اللي انتوا مضايقاكم ومزعلاكم قررتوا ان انتوا ترموها ورا ظهركم، وتبصوا للطريق اللي هينجحكم او الطريق اللي هيديكم الطاقات اللي انتوا محتاجينها او هيكون فيها دعم ليكم، انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا حياتكم وتشوفوا دنيتكم، فطول ما انتوا قررتوا خلاص. من الشخص اللي بعيد عنكم اللي الفترة اللي جاية دي انتوا عمالين تنصحوا فيه وتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، الطريق اللي انت ماشي فيه ده ما ينفعش، وهو مش سامع
لكم كلام، وعلشان هو بعيد عنكم انتوا مش عارفين تسيطروا عليه او عارفين تتكلموا معاه. عندكم ادمان، ادمان لشخص، ادمان لحاجة معينة الله اعلم، بس انتوا عندكم حاجة ادمان. ممكن تكونوا ادمان ان انتوا تعملوا حاجة معينة في حياتكم الله اعلم. هنا في حد بيحبكم، الحد بيحبكم ده في يعني ممكن يكون في اسمه حرف اللام، في حب ليه حرف الراء، حرف النون، 3 حروف دول ممكن يكون في اسمه، معجب بيكم، بيحبكم، عايز يساعدكم، لكم علاقة بال3 حروف دول الله أعلم، بس ال3 حروف دول موجودين في حياتكم، وممكن يكون هو معجب بيكم في السر أو مش عايز يتكلم أو خايف من ردة فعلكم الله أعلم. فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي هتتحسن. دايما انتوا بتحطوا نفسكم في مواضيع تضايقكم، وعشان كده انتوا دايما بتطلعوا قلبكم مكسور ومكسور بخاطركم، رغم ان انتوا ما بتحبوش تكسروا بخاطر حد، بس انتوا اللي مكسور بخاطركم. عندكم طاقة استعجال، رغم ان انتوا الفترة دي بتفكروا كويس جدا في كل حاجة، بس عندكم طاقة استعجال رهيبة، في حاجة عايزين تاخدوها بسرعة وعايزين تخلصوا منها. فيعني بلاش ان انتوا تدوا نفسكم دفعة لقدام في الطاقة السلبية. في ست، والست وبنتها دايما بيظهروا لكم في كل قراءاتكم، الست وبنتها، من حقد تلاقي، من غل تلاقي، من طاقة سلبية تلاقي، من ضغط نفسي تلاقي. الست دي من عيلة الأم، ممكن تكون أخت الأم، حاجة من عيلة الأم، فخلوا بالكم من النقطة دي علشان انتوا مش مستحملين أي ضغوط الفترة دي. طاقتكم هتكون ليها طاقة معينة هتجدد في حياتكم، ودايما لموا على اللي ليكم علشان انتوا اللي بتخسروا. مين الشخص الغامض المنافق اللي بيلعب على كل الأطراف اللي في حياتكم ومازال بيلعب؟ يعني هو انتوا قلتوا خلاص هو هندوه فرصة، هو مازال بيلعب في حياتكم. الشخص ده ظلمكم وجه عليكم، بس انتوا قررتوا ان انتوا تتعفروا في علاقة سامة، خلوا بالكم من النقطة دي. أموركم هتستجد عندكم، في صديقة أو حد مقرب من الأصدقاء علاقتكم بيه صدقية جه عليكم وقال عليكم كلام مش في حقكم، وانتوا من بعدها ما بقيتوش تتكلموا خالص، وبقيتوا ساكتين، وبقيتوا حاجة غير ما الناس فاكرة عنكم. ليه؟ علشان طاقتكم بدأت تستجد، او طاقتكم بدأت ان هي يعني تغيروا من نفسكم بالشكل اللي انتوا محتاجينه، مش اللي الناس محتاجينه في حياتكم. اتمنى لكم السعادة والهنا، ونشوف رسالتكم على الامنية بتاعتكم اللي انتوا حطتوها ببالك من بالكم من بداية الفيديو. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نختار الورقة دي. طيب، لا تيأس من اي تأخير ولا تهتم، فالله معك، راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام. بسم الله. نقول الرسالة تاني، لا تيأس من أي شيء، اتأخر ولا تهتم، فالله معك، راحة البال والحب والمال وكل شيء سيكون على ما يرام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيك في رسالتك؟ رسالتك أصلا وحدها تدخل القلب. ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، ويطلعك من أي ضغط نفسي أو من أي مشاكل عندك في حياتك، ويبشرك بالأخبار الحلوة. ادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب، وتحياتي ليك.